وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول العرب لا يكررون الكلام إلا لفائدة، فالرمي الأولاني الصحابة التقطوا الرم نولوه للرسول صلى الله عليه وسلم، الرمي الثاني من الرسول صلى الله عليه وسلم الحدث. هيك السلامة ليبي قهوة ليبي شاي. ايوه هات قهوة خلصت تدخل. امال بتقول ليه العيال؟ عشان انت كريم وانا حبيب اليك. طيب الان والقهوة وتحت امرك. الله يبارك. تفضل. هذه طيب. قهوة لاحلى شيخ. الله يخليك. الله يبارك. اصب لك قهوة. هلا شكرا سيدي. شاي. شكرا موجود. شكرا سيدي التاجر. شكرا سيدي التاجر. زيتون. شكرا. وما رميت إذ رميت. قل ما شاء الله. قل ما شاء الله. قل ما شاء الله. وما رميت قاعد يفسرها. فالرمي الأول حذف. الرمي الأول. قل ما شاء الله. قل ما شاء الله. الصحابة. قل ما شاء الله. ما شاء الله. خلينا نخلص. أيوة مدد يا سيادي. التقاط الرمل من الصحابة نولوه للرسول صلى الله عليه وسلم. الرمي الثاني حذف هو اللي حذف. الرمي الثالث إصابة من الله عز وجل. يبقى من الرمي الثالث من الله يعني الإصابة، ولكن الله رمى يعني أصاب. يبقى وما أصبت حين التقط لك الرمل فحذفته ولكن الله أصاب. مدد ابن حجاز.